وهي كاينة حملة وطنية حول مناهضة العنف ضد النساء والفتيات. بالنسبة للاتحاد الوطني لنساء المغرب كنخلدوا هاد المناسبة، ونظرا لأن عندنا مركز الاستماع ديال النساء ضحايا العنف كنعايشوا معاه جميع أنواع العنف اللي كاين اللي كتعيشوا المرأة المغربية وخاصة المرأة ديال الدار البيضاء، وهي العنف الجسدي، العنف سميتها المعنوي أكثر، العنف الاقتصادي كذلك، العنف سميتها المعنوي كذلك من جهة الأطفال، جهة الجانب القانوني ديال العائلة، كان جيو العائلات كيجيو يطالبوا المساعدة داخل الفضاء ديال مركز الاستماع ديال هنا ديال أنفا خاصة. والأضرار كثيرة ومتعددة، منها الأضرار المادية خاصة، والأضرار ديال الضرب والجرح. الحمد لله اللي كاينين خلايا في جميع المراكز ديال الشرطه وديال الدرك الملكي اللي كتواكب معنا هذا، اللي كتساعدنا في هذا المجال. وكذلك بالنسبه لمركز الاستماع ديال الدار البيضاء أنفا، هناك خليه ديال اخصائيات في علم النفس اللي كتكون كل مره جات ضحيه ديال العنف كتدير لها واحد مصاحبه نفسيه، تعرف راسها شنو بغات، عاد كندوزو للجانب القانوني. حنا بصدد، حنا كنظن اننا اول جمعيه بدات مناهضه ديال العنف الرقمي، خاصه بما اننا عندنا شراكه مع وزاره التعليم اللي دايرين واحد الحمله لتوعيه الفتيات وسميتها الذكور كذلك، لا باش يعرفوا قيمة ديال الرقمنة والأخطار ديالها وكيفاش يمكن لهم يواجهوها. وخاص قبل ما كانش تليفون هذا المحمول اللي تشكل قفزة فيما يخص التكنولوجيا، ولكن فيه أضرار كثيرة خاصة بالنسبه للدراري القاصرين اللي ما كيعرفوش، اللي ما عندهمش واحد التربيه اللي بمواجهه هذا النوع من العنف. النصيحه انهم كل ضرر وقع لهم، ولا كل مشكل وقع لهم، يمشيو اولا قبل كل شيء العائله ديالهم، او الاباء والامهات هما ادرى بهذه المشاكل يوميا. هذا بمناسبه الحمله الوطنيه اللي كاينه ديال محاربه العنف، وحنا ضروري مع كان عندنا مركز الاستماع تابع كيخدم مع وزارة التضامن اللي هي مكلفة بهذا الملف ديال محاربة العنف. وحنا في مركزنا كنستقبلوا يوميا ضحايا العنف، وهذا علاش درنا هذه الحملة اليوم، هي على العنف الرقمي. وحنا توصلنا بعدة شكايات اللي كيتعرضوا للعنف الرقمي، وان شاء الله في القاعة تاخذوا واحد الأخت غادا تذكر كيفاش هي تعرضت للعنف الرقمي وكيفاش ملتجأت لنا، وصلناها انها تدير شكايه وما تبقاش صامته وساكته، لان هذاك الصمت التور كيؤدي بهم لواحد المعاناه نفسيه. وحنا هنا كنديروا المواكبه النفسيه، ولكن حنا كنبغيوهم ان غير تعرضات تبوح، لان الحمد لله دابا حنا لا الدرك ولا الشرطه عندنا واحد الخلايا ديالهم اللي في المستوى العالي اللي متكونه، واللي يكفيك كاع ما تذكر سميتك وهما كيوصلوا للجاني وكيوصل كيديروا كاع الاجراءات اللازمه كياخذوها معاك. غير الواحد ما يبقاش صامت وما يبقاش خايف، وكاين اللي ما كيقدرش يمشي بو حتى لعائلته. حنا هنا في المركز كنشجعهم يعترفوا ويوريوا ذاك اللي كيعرض لذاك العنف الرقمي اكثر من جد، لان عرفتي من ولات هذه المواقع التواصل الاجتماعي هي اللي كرست شيء، خصوصا في كوفيد، لان في كوفيد كنتوصلوا بشكايات كبيره، وكنحاولوا باش نوصلوهم يديروا الشكايه ويخرجوا من ذاك الصمت اللي هما واحد النهار كيقدر لك يولي باغي ينتحر، لان ما تلقاش اللي واسيه. اضافه الى النيابه العامه هي فاتحه باب في هذا الباب، تنقول لهم حنا سير النيابه العامه، ما بغيتيش تقول لوالديك سير عرب بوحدك، راه كتبقى في السر، ولا ما بغاش الانسان يعطي حتى سميتو ما كيعطيهاش، وراه كيديروا الاجراءات اللازمه باش كيوقفوا هذاك العنف الرقمي اللي هو ولا منتشر بزاف حتى في المدارس، وكيؤدي الى الهدر المدرسي اكثر واكثر واكثر.